مشاهدينا مشاهدي الجزيرة مباشر مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتحدث إليكم من هنا من قلب قرية سلام التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط، والتي تبعد ما يقرب من 360 كيلومتر عن القاهرة، العاصمة القاهرة. هنا في هذه القرية وتحديدا خلف هذا الباب وداخل هذا البيت مشاهدينا، ولد عام 1923 نظير جيد روفائيل. وفي هذا البيت مشاهدينا بعد ذلك انتقل نقلة أخرى نظير جيد روفائيل. نظير جيد روفائيل عام 1954 تحول اسمه من مدني إلى ديني، تحول إلى أنطونيونوس السورياني عندما رسم راهبا داخل الكنيسة الأرثوذكسية. في منتصف الستينيات تحديدا تحول اسم أنطونيونوس السورياني إلى شنودة، لكن عام 1971 عرف باسم البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرخصية. سندخل إلى هذا البيت والذي ولد فيه البابا شنودة، لكن للحقيقة لم يعش فترة طويلة بعد وفاة والدته، يقال بعد 3 أيام. سنتعرف للحقيقة على كل هذه التفصيلات من أفواه أهالي قرية سلام، لكن الآن سأدخل معكم إلى هذا البيت الذي ولد فيه البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرخصية، وسنتقابل مع أحد الأهالي هو صفوة لطيف. السلام عليكم أم صفوة. أم صفوة ده البيت اللي اتولد فيه البابا شنودة. نعم، اعتقد ان هو يمكن المدخل اللي دخلنا منه كان فيه مدخل بيطل على النيل مباشره. الحته دي مش مبنيه حضرتك، كان البيت ده كله بيت واحد، فبعد سفر قداسة البابا وترك البيت ده فتقسموا اللي هو 3 اشقاء اللي هم قعدوا فيه، فكل واحد خد يعتبر نصيبه او جزء بتاعه، فقعدوا فيه لحد الان. ده مدخل اخر للبيت يعني، بس الحقيقه يعني هو لفت نظري الرسومات اللي موجوده على المدخل دي بتعبر عن ايه يا عم صف؟ دي حضرتك ده المقدس عويده سليمان، عويده من قياس سليمان وابنه. يعني مشاهدينا لو كانت الكاميرا تركز على هذه الرسومات، هناك اسم المقدس عويده متياس سليمان عام 1960، يعني دلاله هذا الاسم مع تاريخ الميلاد ده معناه ايه؟ هو ده زياره القدس حضرتك، اللي بيروح يزور القدس او بيقدس في فلسطين فلازم يجي بيعمل نظام الرسومات وبيكتب ايات من الانجيل او من الكتاب المقدس. نعم فعلا، هو مكتوب باسم الاب والابن والروح القدس، الله واحد امين، المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره، اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ما تاتيك الشيخوخه. دي كانت امور طبيعيه بعد ما ياتي التقديس او المقدس بيرسم زي المسلمين. زي نظام الحج بالظبط، هي برضه بيكتب ايات من القران الكريم، هي برضه بيكتب ايات من الكتاب المقدس. نعم، ايه رايك لو دخلنا جوه يعني استعرضنا البيت من جوه او تفاصيله؟ مشاهدينا نحن ندخل الان من هذا الباب، هذا هو البيت الذي ولد فيه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، او بالطبع الاسم المدني كما ذكرت لحضراتكم نظير جيد روفائيل، او بعد ذلك تحول الى أنطونيونوس السورياني. يعني اشرح لنا البيت، واضح ان البيت مهجور، ايه السبب في ده؟ ما حدش عاش بعد كده فيه؟ حضرتك كانوا عايشين فيه بس كل واحد طبعا بعد ما جددوا كل واحد راح استصلح الارض وبنى بيوت جديده ونقلوا يعني، فبقي البيت على وضعه زي ما هو مهجور، يعني بيشيل له مخزن كان فيه عندهم حاجه بتتشال فيه، بس هذه القصه. لكن اللي هو قاعد زي ما هو على وضعه، ما فيش اي تغيير فيه وما فيش اي حاجه فيه. من يمتلك البيت الان صفا؟ اللي هو لحد دلوقتي باسم قداسه البابا شنوده، باسم قداسه البابا شنوده حتى هذه اللحظه. في البيت ده ولد البابا شنوده، حضرتك في المكان كله قداسه البابا شنوده، لانه هو كان من اعيان البلد، مش اي حد. لكن يعني اعتقد ان هم يعني ما عاش فتره طويله في البيت هنا. لا، هو قعد، هو مشى في طفولته، ومشى في طفولته راح دمنهور وتربى هناك وتعلم وكده. طب ايه رايك تعرفنا على بقيه البيت؟ مشاهدينا يعني ندخل لجزء اخر من بيت البابا شنوده، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. هذا البيت كما ذكرت لحضراتكم هو داخل قريه سلام تحديدا، سلام انا بقول كده الاسم صح، قريه سلام. احنا فين هنا بالظبط يا ام صفوت؟
في سلة؟ لا يعني الجزء دوت. لا ده بالنسبة اللي يعتبر ده مازال مدخل البيت، الصالة أو المدخل، ومنه السلم ده اللي هو الدور الثاني فوق، ويعتبر ده كان واحد منهم، واحد تاني الجزء الثاني عمل نظام سلم هناك. البيت هجر من سنوات طويلة، فهو كل واحد لمغزى كان هو اتقسم لثلاثة، فطبعا كل اللي هو بيستصلح في مكانه طبعا عندهم الأرض، فكل واحد بيستصلح في المكان يعمل نظام البيت جديد، فبينقل حاجته وبينقل أهله وتساب المكان على هو. أنا أعرف إن البيت بعد يعني رحيل البابا شنودة وأسرة البابا شنودة من هنا قسم إلى أكثر من بيت بعد ذلك، صحيح الكلام ده؟ لا هو على وضعه، بس هم الثلاثة أشقاء، فطبعا كل واحد خد جزء. اتجمت مثلا النظام ايه، حيطه بيبت سد كده يعني، لكن اتقسم لا ما فيش قسم. اعتقد ان هو مبني على حوالي فدان ونصف الفدان، قيراط ونصف القيراط، في حدود كده يعني. في حدود قيراط ونص او قيراط، مش ما اعتقدش ان احنا نستطيع نطلع للدور الثاني، ان واضح ان البيت متهالك وبالتالي صعب ان احنا نطلع فيه. المهجور والحيطان المتاكله هنا والسلالم وكده، ف واضح ان سقف البيت معمول من الجريد اعتقد ومن الخشب. ايام زمان محدش عدل فيه حاجه على وضعه، بالجريد بالعروق بالجريد والفلاك بتاعت زمان، وهو على وضعه. فبالنسبه للقديم والصماد ما كانش فيه نظام الحاجات اللي هي دلوقتي نظام الكهرباء وكذا، ما فيش يعني الحاجات دي دلوقتي. اعتقد كانوا بيطبخوا على ما يسمى الكانون او كده، فده عشان زي ما هي يعني على وضعه. ما طبعا بالنسبه للحاجات الاثريه طبعا ما كل واحد اللي نقل في البيت الجديد سابه يعتبر للذكرى. يمكن الصمد ده بسبب السواد اللي موجود في السقف، بسبب موضوع الكانون والنظام اللي هي الفران وكذا البلدي. طيب تحب لو ندخل في الجزء الاخر؟ مشاهدينا ما زلنا داخل البيت الذي ولد فيه قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرخصية، والذي أعلن عن وفاته منذ يومين فقط. غدا تحديدا ستكون هناك الصلوات عليه داخل الكاتدرائية المرخصية بالعباسية، وبعد انتهاء الصلوات والطقوس الدينية سينقل كما علمنا بطائرة عسكرية إلى مثواه الأخير، والذي اختاره البابا شنودة في وصية أخيرة له داخل دير الأنبا بشوي على بعد 100 كيلومتر من القاهرة. أنا عايزك توصف لي الجزء ده من البيت عم صفو. حضرتك احنا سمعنا ان المكان ده هو مسقط يعني اللي اتولد فيه قداسة البابا شنودة هنا تحديدا. في المكان ده يعني في الجزء ده بالذات قال له اتولد فيه مكان، هو اتولد في المكان ده حضرتك. فهو احنا عرفنا يعني اللي اتحكى لنا او اللي احنا سمعناه، فده شوف حتى لو حضرتك تلاحظ ان ده الحيطه دي مبنيه، فكل واحد يعتبر خد ده جزء. صحيح يعني يمكن هو الجزء ده تحس ان هو قديم، لكن اعتقد ان الحيطه دي جديده. دي واضح ان هي مبنيه حديث، لكن واضح ان السلم هو يعني السلم القديم، ما حدش يمكن لعب فيه، ما حدش جاء عنده ولا حدش زي ما هو على وضعه، ما حدش جاء عنده ولا تغير، ونفس التكسيم والحاجات والفلاج وكله، ما حدش جاء عنده ولا عمل فيها اي حاجه. يعني ذكرياتك التي حكيت ليك، انا طبعا عارف اللي انت يمكن ما عاشرتش مولد البابا شنودة، لكن ايه ما حكي ليك عن البابا شنودة مصطفى؟ قداسة البابا احنا عصرناه لحد دلوقتي، احنا بنسمع وعظاته فعلا يعني، مش الاقباط بس او المسيحيين بس اللي هم زعلوا عليه. حضرتك المصريين كلهم يمكن العالم كله بصراحه يعني بيبكي عليه ندم، يعني لان الراجل ده يعني مش هيتعوض تاني، او احنا نتمنى يعني، بس احنا كان بيصبرنا في الشدايد وفي كل حاجه يعني، احنا زعلنا عليه جامد، مش الاقباط بس. هنتكلم في الجزئيه دي كتير يا مصفط، لكن اعتقد ان ده سلم بيؤدي لدور اخر مصفط. يعني لو ممكن نطلع كده يعني فوق سنه صغيره، لكن اعتقد ان احنا مش هنقدر نطلع لغايه الاخر. سلم يعني سلم متهيجلي قديم، ويعني ما احنا ما ده كان في دور تاني فوق، كان في دور تاني وفيه اللي هو الاوض، بس يعني اوض تعبانه يعني، مش برضي لسه تعبان. مفيش كلام ان البيت هنا ممكن يتحول لاثر، او يعني مكان ولد فيه البابا شنودة، وبالتالي ممكن يكون مكان يزار بعد كده كاثر.
لكن ما فيش كلام من كده يعني هنا المدينة أو مركز المدينة ما تحدثوش عن كده، أو المحافظ مثلا تحدث عن كده في الفترة اللي بعد وفاة البابا اليومين اللي فاتوا؟ لا هو ما فيش كلام لحد دلوقتي، احنا ما نعرفش ايه ربنا اللي كاتبه، احنا ما نعرفش الكلام ده، والله يتحول لمزار يتحول لغير مزار، ما احنا مش عارفين اي حاجة، والله ربنا رايد بمزار هيكون مزار، مش ربنا رايد يبقى على وضعه هيكون على وضعه، احنا ما نعرفش الكلام ده، ربنا على حسب إرادة ربنا طبعا أولا وأخيرا. لكن ما فيش نية حتى أخرى لبيعه لحد، هو ما زال يمتلك البابا شنودة حتى هذه اللحظة؟ لا نية إيه، لا ما فيش نية للبيع ولا لا، لو هو في نية من الأول كانت تتباع من البداية، كان من زمان كانت تتباع. لكن يعني مشاهدينا كما ترون معي هذا البيت من الواضح أنه هجر منذ سنوات طويلة بعدما قسم إلى أكثر من بيت على ثلاثة أسر، حتى لو لاحظتم أن في جوانب بعض البيت تجدون بعض الحوائط الحديثة، يظهر أنها حوائط حديثة عندما تم تقسيم البيت بين ثلاثة من الأسر المسيحية. أعتقد كان المقدس عويضة واحد منهم، المقدس عويضة متياس كان واحد منهم. أيوة ده يعتبر والده كمان، ده يعتبر بالنسبة لي ده يعتبر والده، لأنهم هم الثلاثة يعتبر إخوات، فتقسم كل واحد يعتبر بنصيبه، فكل واحد عاش في مكانه. عم صفوت في أقارب ما زالوا يعيشون هنا في سلام، في قرية سلام، أقارب للبابا شنودة؟ لا هو كان حضرتك فيه بس طبعا ربنا افتكرهم أو توفوا الله يرحمهم، لحد دلوقتي بالنسبة للي موجودين ما أعتقدش، أو بالنسبة يعني كبر سنهم فتوفوا، ما فيش حد قاعد لحد دلوقتي. طب تفضل تعالى كده واحنا خارجين. مشاهدينا اذكركم نحن ما زلنا هنا داخل البيت الذي ولد فيه نظير جيد روفائيل في 3 اغسطس عام 1923، والذي اصبح بعد ذلك في اوائل السبعينيات البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. هذا الرجل علم أو رمز من الرموز المصرية المسيحية المعروفة، ليس فقط على المستوى القبطي والمسيحي للحقيقة، لكن على المستوى المصري، بل على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله. ما زلنا هنا داخل البيت، وسنخرج الآن لنتقابل مع بعض من أهالي قرية سلام، لنتعرف عليهم، نتعرف عن ذكرياتهم أو ما سمعوا للحقيقة، حتى نكون أكثر دقة، ما سمعوه عن البابا شنودة. هذا هو الباب اللي احنا خرجنا منه. أعتقد أن هذا البيت ليس يعني الجزء ده مش تابع للبيت، لا ليس تابع، يعني ده بيت لأحد المسلمين. طول عمرنا أخوات، احنا ما فيش أي حاجة لا مسلم ولا مسيح، احنا طول عمرنا أخوات وجيران بعض واخوات بعض، ما فيش اي حاجه بين مسلم ومسيحي، والحمد لله يعني احنا المسلم هنا زي المسيحي، واحنا طول عمرنا عايشين اخوات مع بعض. عمر الكلام في الحقيقه ما قراته عن البابا شنودة ان هو في فتره من الفترات بعد وفاه والدتي من قام بارضاع عدد من السيدات المسلمات والمسيحيات ايضا، حتى هو قال الكلام ده عنه. سمعنا ان السيده والدته حصل لها حمى نفاس واللي جنب ارضاعه طبعا عدد من السيدات المسلمات والمسيحيات، يعني اهل المنطقه اللي حواليه اللي تحيط بيه، فلحد دلوقتي احنا ما الله مش عارفين مين يعني بالظبط، فبرضه يعني يعتبر اهل المنطقه كلهم هم اللي قاموا بارضاعه، والحمد لله يعتبر اهل المنطقه كله مسلمين ومسيحيين دلوقتي، يعتبر زعلانين عليه. مشاهدينا ليس ادل على مسألة التناغم والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وهذا أمر يعني هنا لا يفرقون بين مسلم ومسيحي، هذا الجدار الذي المجاور للجدار البيت الذي بني فيه أو الذي ولد فيه عفوا البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، هذا الجدار لبيت مسلم، يعني هذا التداخل الذي نراه في هذه القرية قرية سلام، هذا التعايش وما يعني أكثر دلالة عليه من هذا التجاور، يعني لا نستطيع أن نفرق بين البيت مسلم أو بيت مسيحي، حتى هنا في هذه المنطقة وفي القرية لا نستطيع أن نقول هذا الجزء خاص بالمسيحيين وهذا الجزء خاص بالمسلمين، لكن هناك حالة من التناغم والتعايش بين المسلمين والمسيحيين كعادة بقية المحافظات المصرية حقيقة هنا، وليس أدل على التعايش من ذلك مما نراه الآن. مشاهدينا فاصل قصير، وسألتقي وعدد من أهالي قرية سلام، هذه القرية التي ولد فيها البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية،
لنسمع منهم عن مشاعرهم أيضا بعد وفاة البابا شنودة، وسنلتقي أيضا مع أحد القساوسة وكذلك مع أحد عمدة القرية تحديدا، سنلتقي معه ونتعرف أيضا حال البيت، ماذا سيحدث في هذا البيت بعد ذلك، هل سيتحول إلى مزار مثلا لزيارة الأقباط له أم ماذا سيحدث، كل ذلك سنعرفه في هذه التغطية من هنا من قلب قرية سلام، القرية والبيت الذي ولد فيه البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ابقوا معنا. امتياز ونفذ الآية التي تقول من أحب أبا أو من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحق. من الامتحانات ايضا اللي نجح فيها البعض بامتياز شديد امتحان يوسف الصديق في عفته، حيث ان امرأة سيدة ألحت عليه مرات عديدة ان يخطئ معها ورفض، مع ان الرفض ده أوصلوا إلى السجن وإلى فقد وظيفته ليقعد، لكنه كان ناجحا بامتياز في هذا الامتحان الذي امتحن فيه. سبب النجاح بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة ليوسف الصديق، إبراهيم كانت محبته لله أكتر من محبته الابن، وكانت طاعته لله التزام في حياته لا يمكن يرجع فيه مهما حصل. وبهذا الوضع كان أيضا يوسف الصديق، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. كون إن الواحد يضع الله أمامه باستمرار في كل خطية، في كل شهوة، في كل تجربة، في كل امتحان، ده اللي يساعده على النجاح. لكن غالبية الناس وربما كل الناس الذين يخطئون لا يضعون الله أمامهم، يكون ناسي ربنا وناسي إن ربنا قصاده وناسي إن ربنا شايفه. لكن اللي ربنا امامهم باستمرار بينجحوا في الامتحانات ايا كانت، وان كان تربطهم بالله الطاعة والمحبة ما يسقطوش. من اكثر الناس ايضا الذين نجحوا بامتياز شديد جدا في الامتحانات التي عرضت لهم في الحياة الشهداء والمعترفون. يمكن في حكاية إبراهيم كان موت ابنه، لكن بالنسبة للشهداء موتهم هم. وبالنسبة للمعترفين العذابات المرة التي عذبوا بها، حتى إن كان كثير من الناس في هذه العذابات يشتهون الموت ولا يجدونه. فدول نجحوا بامتياز، احتملوا كل العذاب وكانت امانتهم لله واخلاصهم لله فوق الوصف. من ضمن الذين نجحوا بامتياز ايضا النساك والمتوحدين. في كل ما عاشوه من حياة النسك والفقر والتعب والوحدة وحروب الشياطين، لأن القديس الأنبا أنطونيوس كانت فيه حروب خوف كثيرة بتعرض ليه، وكان الشياطين بيظهروا له في هيئة وحوش مفترسة بأصوات مرعبة وبمناظر مرعبة أيضا.
ولكنه نجح في هذا الامتحان، نجح في هذا الامتحان. من ضمن الذين نجحوا في الامتحان ايضا بامتياز ابونا نوح، نجح في امتحان الايمان. ربنا قال له هتصنع فلك وتخش فيه وتدخل فيه كل انواع الحيوانات، والفلك يغلق عليك والمطر هيغرق الارض. امن ابونا نوح بهذا الامر ونفذ الوصية، بينما ما كانش قصاده اي دليل على ان في مطر هينزل ولا هيغرق الارض، لكن نجح في امتحان الايمان. من اكثر الناس الذين نجحوا وان كانت نفوسهم تمررت في الطريق ايوب الصديق، في كل التعب اللي تعبه دخل في امتحان التجرد، يعني نوح دخل في امتحان ايمان لكن ايوب دخل في امتحان التجرد. جرده ربنا من كل شيء، جرده اولا من املاكه ومن اولاده. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، هنا من قلب قرية سلام اتحدث اليكم، وخلفي هنا البيت الذي رأيناه منذ قليل ودخلنا اليه وتعرفنا على بعض معالمه. بالحقيقة لم نستطع ان نعلو او ان نخرج الى اعلى او نصعد الى اعلى بسبب هشاشة السطح، لكن الان اتحدث اليكم من امام البيت ومعي بعض اهالي القرية من مسلمين ومسيحيين لنتعرف على مشاعرهم وعلى الذكريات التي سمعوها عن بابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. أتعرف عليهم في الأول، أتعرف على حضرتك. جمال جلال، مزارع ومقيم بلاحية السلام ونقيب الفلاحين بالقرية وسكرتير الجمعية الزراعية ورئيس مجالس الأمنا في المدارس. ما شاء الله، حاجات كثير جدا. ازيك عم جمال؟ الله يخليك. عم الشيخ محمد أحمد، مدير عام وليدة التراب الاجتماعي المعاش. شرفنا عم عبد الشيخ، تفضل. وجيه ماضي في كل مكان. شرفنا معي. طبعا سيد سليمان احمد من تجار القريه واهل القريه. شرفنا مساك. كان الامام رشيد بالمعاش موظف سابق في الكهرباء، مدير العلاقات العامه في شركه توزيع كهرباء اسيوط. شرفنا مكان، تفضل. وليد وجيه من سلام. شرفنا حقيقه. انا عايز ابدا معاكم بمشاعركم بعد سماع خبر وفاه البابا شنودة منذ يومين تحديدا. انت كمسلم كيف استمعت لهذا الخبر وانت واحد من اهالي قريه سلام؟ والله يا فندم انا ساعه ما دريت بالخبر اتصدمت زي يوم جمال عبد الناصر بالظبط، لان الراجل ده يعني مش ابن المسيحيين، ابن المسلمين قبل ايه ابن المسيحيين، لان ضد الفتنه الطائفيه وراجل يعني بنى السلام، وخلي بالك في الدوله مش في بلدنا بس، واحنا طبيعي ننتمي بيه يعني كمسلمين ومسيحيين، لان هو ثغره كبيره عندنا. يعني احنا اصطدمنا يعني المثال اللي انا مسؤول لك زيهم جمال عبد الناصر بالظبط، زي ما مات جمال عبد الناصر واصطدمنا بيه اصطدمنا بالبابا شنودة، لان ده ابننا. وعلى ما نتذكر من والدينا ان جدتنا هي اللي رضعته. كانت مشاعرك مختلفة عن أي واحد تاني يا حاج؟ لأن أنت من أبناء القرية اللي هو اتولد فيها. لما سمعنا بهذا الخبر كل قرية زعلت وحزنت بهذا اليوم، لأنه زي ما بقول هذه الشخصية كان له شخصية عظيمة في الوطن وفي مصر والعالم العربي كله، حيث أنه قام بمبدأ السلام في مصر وفي بلاد العالم كله. إيه رأيك إن الكلام اللي بيقوله الحاج دلوقتي إن هو ما كانش بتاع المسيحيين بس؟ لا، هو كان مسلم مسيحي، لدرجة إنه كان تعاونه مع المسيحيين المسلمين أكثر من تعاونه مع المسيحيين، لأن كان مقبل ومحبوب مع الناس. ولولا ان كان محبوب مع الناس ما كانش وصل لهذه الدرجه اللي هو فيها، لان هذا الشخصيه شخصيه عظيمه. وكل الشعب وكل كان عربي اي بلاد عرب العالم الاجنبي كل حزت على هذه الشخصيه، وكل نعلم ان الشخصيه دي كلها شخصيه عظيمه. عم وجيه، بعد ما سمعت بخبر وفاه البابا شنودة كانت مشاعرك ايه؟ اهلا بحضرتك. ماسك راس قدسه البابا شنودة، وهذا الحدث او هذا المصاب مصاب مصر بل الشرق الاوسط والعالم. عند وصول سمعت طبعا عن القنوات المصريه،
فنشكر برضو بعض من الأخوة المسلمين، هم أنا دريت من أخ مسلم لي هو اللي اتصل بيه أول واحد اتصل بيه وعزاني في قدس البار. إيه رأيك في الكلام اللي بيقوله عم جمال دلوقتي وعم سعيد إن هم حسوا بنفس اليوم اللي حسوا فيه بوفاة جمال عبد الناصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حاسين ان الباراشوت ده ما كانش للمسيحيين فقط ولكن كان للمسلمين والمسيحيين للمصريين جميعا. لا يسود على سلام الحزن بهذا الخبر لوطنيته وحكمته ووقت الفتنة في وقتها في مصلحة الوطن، عاش في مصلحة الوطن أفنى حياته في خدمة الوطن، يعني مش قيادة دينية فقط بل وطنية وسياسية وحكيمة. نعم يعني سأكمل معك عم واجيه، لكن مشاهدينا جاءنا هذا الخبر العاجل الآن، قوات الأمن تغلق الشوارع الجانبية المؤدية إلى الكاتدرائية إلى مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية استعدادا لمراسم تشييع جثمان البابا شنودة غدا الثلاثاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. وكما ذكرت لحضراتكم آنفا أنه بعد انتهاء الطقوس الدينية والصلوات على جثمان البابا داخل الكاتدرائية، وكما قال لي بعض القساوسة سيتم الطواف بالجثمان داخل الكاتدرائية ثم بعد ذلك سينقل في طائرة عسكرية كما أمر بذلك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات إلى المسلحة إلى مثواه الأخير المكان الذي سيدفن فيه البابا شنودة وهو داخل دير الأنبا بشوي في وادي النطرون والذي يبعد عن القاهرة ما يقرب من 100 كيلو متر. مشاعرك للحقيقة، وده أنا حابب أركز على دوت كمسلم، مشاعرك بعد سماع خبر وفاة البابا شنودة؟ نعم حزنت جدا لما سمعت بخبر وفاته، وأقسم بالله إن أنا قبلها بيوم أحد المسيحيين ماشي يعني جاء عندي، أنا تاجر تموين جاي يستلم مني تموين بيقول لي البابا شنودة تعبان، دعوا للراجل ده إن ربنا ينفخ صورته ويشفي رب حق جاه النبي، وقرأنا الفاتحة على كده. أنا سمعت فعلا كان حقيقي إن المساجد هي بعض المساجد داخل القرية هنا هي التي أعلنت خبر الوفاة. والله إحنا دعنا له يعني في ظهر الجمعة، إحنا دايما هنا مسيحيين ومسلمين أخوة وإحنا جيران المسيحيين، وإحنا عندما سمعنا بهذا الخبر نزل علينا قصاعقة صراحة، يعني نحن كما قال عمي جمال أنا كان سن 10 سنين حزنت وبكيت على سيادة الرئيس جمال عبد الناصر لأنه من أبناء أسيوط، وهذا الشخص السيد البابا شنودة كان جمال عبد الناصر من بني مرة تحديدا من بني مرة من بني مرة كنا نتفاخر به في أي مكان، أنا كنت بقول أنا من سلام بلد البابا شنودة كنت بتفاخر به ومن محافظة جمال عبد الناصر لأن هذا رجل رجل سلام وكان يحارب الفتنة الطائفية في البلد وكان يدعم القضية الفلسطينية، كان رجلا قال لا أحد لا مسيحي يحج بدون أخيه المسلم ولا يذهب إلى القدس بدون أخيه المسلم، فهذا الرجل يعني سايب أثر كبير فينا، وإن هذا الرجل مفروض أن يكرم تكريم أكبر من كده. وأنا يعني أول يوم جه سيادة رئيس المدينة والسكرتير العام قلت لهم أنا بنفسي هعمل جناز للسيد البابا شنودة في قرية السلام إن شاء الله يوم الأربعاء، ومستعدين إن احنا نعمل له جناز ونستقبل أي حد عايز يجي هيعزينا، هنقف فيه مسلمين ومسيحيين يعني مسلمين قبل المسيحيين. نعم ونقوم بهذا العمل. استاذ كامل يعني تفضل لو ليك كلمه اخيره، تفضل قبل ان ننتقل للاستاذ كامل لو ليك تكمله يعني هذا الرجل المفروض ان يكرم من يعني مفروض على هذا الرجل ان ينال جائزه نوبل للسلام كما نالها السيد الرئيس انور السادات، لان هذا الرجل رجل سلام، كان لو حصل يعني لو حدث اي شيء طائفي كان بيجيب يعني كان راجل معه ابنين اتخانقوا مع بعض بيجيبهم كده ويصلحهم قبل ما يناموا قبل ما يعني كان راجل سلام بمعنى الكلمه. استاذ كامل يعني المشاعر الفياضه والجميله اللي بيتحدث عنها سواء الاخوه المسلمين او المسيحيين عن البابا شنودة وعن اثره في مساله التعايش يعني
هذا النسيج القوي بين المسلمين والمسيحيين. طب ايه سبب المشاكل اللي احنا بنسمع عنها كل شويه او من فتره لاخرى في الصعيد بين المسلمين والمسيحيين؟ هو يمكن قبل ما اجاوبك عن المشاكل اللي عن البابا شنودة، مهما هنتكلم ومهما هنقول في وصفه يعجز اي وصف ويعجز اي لسان عن وصف هذا الرجل الذي كان يمثل الصخره التي تتحطم عليها كل المشاكل وكل الفتن وكل ما هو ضار بمصر. فلو وصفناها كمصر يكفي المقوله اللي قالها وهي مسجله له في للتاريخ وفي كل الدنيا: مصر وطن يعيش فينا وليست مصر وطن نعيش فيه. لانه هو بيعتبر رجل مصري وطني حتى النخاع، كان يتقبل المشكله بهدوء. يعني اتذكر مره من المرات انا كنت في مصر قبل ما اجي اسيوط هنا موظف، وكان عاصرته فتره وهو اسقف التعليم العالي، اسقف التعليم الكنسي في صحيح، وفتره وهو بابا الكنيسه. كنا بنروح له بعض الاحيان كلجنه من كنيسه ماري مرقس في شبرا، وبنتقابل معاه المشاكل، نبقى احنا شايلين المشكله وعايلين لها هم، بمجرد ما نوصل عنده يحسسنا المشكله دي لا تهتموا بيها ولا لها وصف، ونحس بها انها اتحلت فعلا. كان قوي الروح، محب لدرجه لا توصف، قامه وقيمه ما يعني الواحد مهما يعبر عنها مش هيقدر يقول سعادتك ولا يقدر يوصفها صحيح. بجد كوطني، كانسان، كمصري، كراجل دين، كراجل علم. طيب انت قلت كلام جميل، وهقعد لك مره ثانيه عشان موضوع المشاكل ده وسببها ساعات اللي تفجر ما بين فتره واخرى. لكن وجيه، انت كشاب اعتقد ان انت يمكن تكون في نهايه العشرينيات او بدايه الثلاثينيات، صح كده؟ 29. انت كشاب ايه اللي اتعلمته من البابا شنودة وجيه؟ علمنا الطيبه والتسامح. العلم حضرتك ده القريب العصب. ابوه جده الوحيد بسلام، اللي هو يعتبر البابا جده. انت ابن عم البابا شنودة مباشره. ابويا ابن عم البابا. تواصلت معاه وجي عم الاب شنودة مباشره. هل كنت تتواصل معاه وجي في هو محدش كان بيوصل له ليه؟ ان هو كل الشعب كان كله ابنائه. انا شفته وهي مره، شفته في البحر الاحمر، كان في جونه جايه نايش كنيسه العذراء، المره الوحيده اللي شفته فيها. بس كنا بنروح برضه للكدريه وبنشوفه. بس ف ما كناش بن ما حدش كان بيروح ليش مثلا اي حد كان يروح من قرايبه بتاع كل الناس قرايبي كل الشعب. انا هرجع لك تاني يا استاذ كامل في نقطه المشاكل اللي اتفجر من يعني ما بين فتره والتانيه في الصعيد تحديدا وبعض القرى، رغم كل رسائل السلام التي كان يبعث بها البابا شنودة وحرصه على الوحده الوطنيه، ايه سببها من وجهه نظرك؟ المشاكل ما بعد الثوره تختلف عن المشاكل ما قبل الثوره. المشاكل ما قبل الثوره اكيد طبعا بتقصد ثوره 25 يناير. ما بعد الثوره احنا بنعيش في ثوره، والثورات في العالم كله بيبقى ليها مؤثرات وعوارض ومشاكل قد تمتد الى سنوات، لكن احنا عشمانين ان مصر بفضل الله بعد انتهاء من وضع الدستور واعلان نتيجه رئيس الجمهوريه كل الامور هتستقر ومصر هتبقى احسن من الاول بفضل الله. مش خايف من مساله يعني الكلام لا ده فيها هيبقى فيه فتنه طائفيه، لعل البابا شنودة كان صمام امان لمنع هذه الفتنه وكده؟ وهقول لحضرتك حاجه، احنا اتعلمنا من البابا شنودة وامثاله كثيرين في مصر، مسلمين ومسيحيين، مواطنين لهم القيمه المصريه ويخافوا على مصر، ليس باقل ولا باكثر من قداسه البابا شنودة، لكن هو كان نوعيه فريده بصفته رجل دين ومتحمل مسؤوليه على مستوى العالم، بطريرك الكرازه المرقسيه على مستوى العالم ككل، وكان له دور فعال في الداخل وفي الخارج، يعني مش في مصر بس، في الداخل. اما احنا كمواطنين مسيحيين ومسلمين لن ولم ولا يحدث بيننا فتنه تستمر كثيرا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام سيد رسول الاسلام قال انها لها بينهم رباط صحيح الى يوم الدين. هذا الرباط لن ينفصل بفضل الله.
أما الذي كلها عوارض سوف تنتهي. بتفكروا كأهل قرية، قرية سلام، البيت اللي تولد فيه البابا شنودة يبقى مثلا مزار، بتفكروا تقدموا طلب للمدينة أو للمحافظة تحولوا مثلا لمزار أو يكون مزار، يعني مجرد مزار للأخوة مش هيسبب مشاكل الكلام ده؟ ليس إلا ذلك، لأن لو حاجة أكبر من كده هتسبب مشاكل، هتسبب مشاكل في القرية. لا يعني لا البيت انت عارف بعد ابوه ما حصل له ظروف معينه، اذا كنا نتكلم عن نبذ عن تاريخ البيت كبيت وكوالد دي الشيخ جيد رفايل في اوائل الثلاثينات او والد البابا شنود كان شيخ ناحيه هنا وكان ايه شيخ كشيخ من ضمن شيخ القرية. شيخ بلد يعني شيخ الناحيه في القريه، وكان يمتلك مساحه ارض لا تقل عن تزيد عن 200 فدان، وفي اواخر اوائل الثلاثينات تقريبا على ما اعتقد ان هو كانت حصلت نكسه اقتصاديه في البورصه العالم ككل، دي مسجلها التاريخ صحيح، وهو كان له وجود في البورصه وكان مشتري القطن بتاع القرى اللي حوالينا دي كلها. دي الكلام ده انا بقوله لحضرتك من خلال تسجيل له هو شخصيا في فيديو، اشارات فيديو اسمها همسه حب، بيقول هو صوت وصوره يعني، ولو دخلت اي حد على الموقع بتاعه هيلقاها موجود. فالقطن اشتراه بثمن النكسه الاقتصاديه في البورصه اثرت على السعر فنزل للنص، فاودع القطن في البنك بضمان الارض اللي هو الشيخ جيد رفيع، كانت النتيجه ان السنه الثانيه برضه نزل ايه الثمن، فالبنك حجز على الارض ونزلها في المزاد العالي. وحتى هذه اللحظه الدليل على هذا نجد ان اسيوط ليها عندنا ارض، عائلات زي العسال وبطرس العجار وغيره وغيره، وبعض من القرى الاخرى زي الطوابيع ليهم ارض، كل ده اتباع في المزاد العالمي. مدى حياته بعد كده يعني لو عايزنا نستمر في ان ازاي انتقل، لا خلينا في وقت تاني. لك يا عم جمال، يمكن البابا شنودة حتى ما تحدث عن نفسه قال بعد وفاه والدته في سنة 23 رضى عن طريق بعض المسلمات والمسيحيات. عايز اقول لحضرتك، هل ضعفت العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين؟ هل انت حاسس بدوت ولا لا؟ يعني ده مش حقيقي؟ زادت. ده كامل نند اخوي، وحدة وطنية بيننا وبينه، واخد بالك؟ 27 سنة وقاعدين ليل نهار، طلعت بالعافية منهم 27 سنة بينتخبك. أيوه. مسلمين ومسيحيين وطلعتها هروبا. ايوه كنا واخدينه معانا في جهة أخرى، كنا واخدين وضع يد يعني وضع يد بس هربت منه. انا عن نفسي كرجل مسلم وكرجل من العائلات العريقه في البلد، الجماعه المسيحيين دول هم اللي اشتغلوا معاي، هم شركاتي في الاكسسوار، ما اشتريش غير من الجماعه المسيحيين، لان في علاقه وفي وحده وطنيه على اسس المحبه مش على اسس المصلحه، على اسس المحبه، لان احنا بالذات يعني معاهم لا نهاب البرد او عصب الرياح. انت يعني ربنا يدي لك طول العمر، يمكن سن والخبره هو ده اللي بيخلي عندك الرؤيه دي. هل الشباب برضك هنا عندهم نفس الروح ده؟ مورثينها يعني سعيد. هل الشباب عندهم نفس الروح الجميله اللي عندكم؟ احنا قريه كلها يحب بعضها، مش فرق بين مسلم ومسيح، كما قال الشاعر غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم انجيل القران، لا فرق بين مسلم ولا مسيح، كلنا بنحب بعض ونقوم مع بعض على تبرية مع تبرية واحدة، وكلنا نعز بعض ونقف مع بعض في جميع الظروف، إما في جنازة وإما في فرح. ما من جنازة في سلام حدثت واحدة مسيحية اللي جميع المسلمين يخرجون في الجنازة وكلهم يقوموا بتأديس واجب، وهكذا برضه لو واحد مسلم توفى برضه جميع المسيحيين يقفوا يؤدوا معنا الواجب هذا النظام، وفي تأديس الواجب بيننا وفي محبة بيننا، مفيش أي ظروف بيننا وبين بعض، لأن إحنا زي ما بنقول إحنا مولفين على هذا النظام. والأنبا شو ده؟ كان رجل سلام، رجل محب للسلام، ودخل في قلوبنا السلام والمحبة، كما قال إن نحن لا يجب أن نعيش في مصر ولكن مصر بلد تعيش فينا. صحيح. رجل كان مخه ذكي، بناء على ذلك إننا كلنا أذكياء ونحب بعض ونحس بعض، ما فيش أي مشاكل بيننا وبين بعض أبدا، وكل يعني الرجل ده أبوه عمه كان اتعلم معايا في ثانوية عامة سنة 68، كان ثانوية عامة سنة 68 معايا، عشنا من الستينات مع بعض، شاف من 60 لغاية 2011 51 سنة كنا على خشوة مع بعض. عم ده ايوه عم وليد، عم وليد وابوه اللي عاش معنا العمر كله، واخد بالك انت؟ فاحنا عشنا مع بعض من زمان، والراجل اللي راكب ده يعرف كده، وكل البلد تعرف احنا عايشين مع بعض. عم وجيه، ايه اللي اتعلمته من حياه البابا شنودة عايز تعلمه اولادك وتورثه لاولادك؟ اتعلمت التسامح. التسامح والمحبه، محبه الاخرين واحترام الراي الاخر وحب الوطن. ايه اللي بيعكر صفو العلاقه ما بين
يعني مسلمين وصحيين في بعض الأحيان من وجهة نظرك، اللي ما بيخليش العلاقة بهذا الصفاء اللي بتتحدثه، هذا الجمال اللي بتتحدثه بيه للحقيقة يعني؟ والله ممكن يكون تغير الظروف، تغير الزمن، ضغوط الحياة، يعني ظروف اجتماعية أكثر، ظروف من اجتماعية أكثر من أي حاجة تاني. لكن إحنا في قرية هنا سلام جاية من اسم سلام ومحبة. أنا سني 48 سنة، أنا ما حسش بفارق لحظة، مش يوم ولا سنة ولا عشرة، إن أنا عايش بين طائفتين. أنا جنب الأستاذ عبد الشافي، أنا لو قعد يوم عدى ما شافنيش بيرن الجرس، يا أستاذ ليه أنا ما ظهرتش، ما بنتش. والدتي أنا كانوا أخوات، بيقول ابن خالتي، ولذلك بيقول ابن خالتي. قالت أنا حبيت أعمل أختك بزختك، عرفت بالعظيم بالرجل مع شات أبحاث إن هذه البنت تعتبر بنت خالتي. شوف رغم إن هي بتحيي مستر، بس قلت دي بنت خالتي لازم إحنا عشنا مع بعض هنا، في محبة في ود بتعامل. هي الخلافات يعني، أنا لا هي هي الخلافات. أنا عايز أسأل الوالد، هقول لحضرتك اتفضل اتفضل، هقول لحضرتك فهي الخلافات في هذا العصر ممكن تلاقي اثنين في أسرة أخوات مختلفين. صحيح. فهو صحيح. الظروف نفسها هي اللي خلقت الاختلافات دي، لكن بيننا احنا كأسرة او كسن او كوضع في البلد الحمد لله. مواليد كشاب قطي انتوا، هل الروح دي موجودة ما بين الشباب دلوقتي، ما بين الشباب المسلم والمسيحي؟ يعني الروح الجميلة اللي احنا بنسمعها دلوقتي من 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 جمال، من الحاجة جمال او من الاستاذ كامل، هل دي موجودة ما بينكم؟ ابهاتنا علمتنا كده ان احنا نبقى كويسين مع بعض، وكان ده واحنا على طول مع بعض. ده اللي هتعلمه لأولادك؟ لعلمه أولادي طبعاً. بتتكلم مع أولادك أنت كحفيد للبابا شنو ده؟ أنا لسه ما اتجوزتش. لسه ما اتجوزتش؟ لسه. إيه السبب ده؟ مشكلة اقتصادية ولا ده ده سلو البلد هنا؟ ظروف بس. ظروف. لا شكرا شكرا جزيلا يا عم، اشكركم يا معنا الحقيقه، كنت نفسي اكتر معاكم اكتر. انت ما جاوبتكش على سؤالك. طيب اتفضل اتفضل يا استاذ كامل. دي التغيرات، انا برجع ده، انا راجل يعني داخل على 75 سنه، عاصرت جمال عبد الناصر وعاصرت السادات والرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك. كان في خلال 30 سنة أو أكثر أو أقل اللي فاتت دي، كان في كبت ثقافي وتعليمي ممنهج على أساس الناس ما تتكلمش، الناس ما تقولش رأيها، لا نلوم الناس ولا نلوم الشباب لما خد حريته في ثورة 25 يناير، والحرية أحيانا بتطلع اللي جوه واللي بره. صحيح. فعايزة وقت، وعايزة الإعلام بالذات، الإعلام بالذات يكون هو المدرسة، لأن كل تلفزيون في كل بيت. صحيح. وأحيانا الإعلام بيشعل الفتنة، وهو ممكن يخمد هذه الفتنة. ده اللي جواب على السؤال اللي شكرا جزيلا عم كامل، وأشكركم جميعا الحقيقة، كنا نفسنا يعني نتواصل معكم أكثر من كده، لكن عندنا موجز. كلمة أخيرة عشان كلمة أخيرة، إحنا أخوات وحبين بعض وعز بعض، كما قال الشاعر غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل القرآن، كل ابن أنسى وإن طال سلامته يوما على آلة حداء محمورة، نبعت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمون، ونحن كل الأخوة حبين بعض في تقوى في إيمان وفي معزة بينهم بعضنا. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الشافي محمد أحمد، أحد أهالي قرية سلام مسقط رأس البابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المقصية، وكذلك الأستاذ وجيه ماضي والأستاذ سعيد سيد سليمان والأستاذ وليد وجيه والأستاذ كامل يونان راشد أو رشيد، يعني أنا آسف لو في خطأ. أشكركم شكرا جزيلا، نحن سعداء بسيادتكم. شكرا شكرا لكم، شكرا لاستقبالكم لينا للحقيقه، نشكركم على استقبالكم لينا، كما اشكركم. شكرا جزيلا، اتمنى الايام تعدي بسلامه ان شاء الله. كما اشكركم مشاهدينا، فاصل قصير ويستمر الحوار هنا من قلب قريه سلام ومن امام هذا البيت الذي ولد فيه البابا شنودة بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. ابقوا معنا.